تقيلة. اوه ماي جاد، شو الشنطة؟ عزبة عزبة كاملة. حلو، مرحبا، اهلا وسهلا معنا تركي صغير في معرض السيارات الخاص بايش؟ بالكلاسيك. اهلا وسهلا فيك. ممكن تعرف لو السيارة هذه حلوة؟ هذه السيارة فلكس ويجن بيتل موديل 75، من الاصل سعودية، يعني مو مستوحاة من برا السعودية. مش المانية الاصل؟ لا، من اصلها من هنا يعني. يعني صناعة؟ صناعة؟ لا لا، اصلها الماني. ايوه، بس انها واردة من السعودية. اوكي، من سنتها يعني. تمام، يعني ما جت السيارة تصدير. ممتاز. اي، كان طبعا لونها ابيض وتم إعادة هيكلتها. تم إعادتها من أول جديد، طبعاً أخذت معنا يمكن فوق السنتين. ما شاء الله، تجديد كامل وشغالة ومرخصة كل شيء. أي عادي، مرخصة لحدها. جميل، تمشي تسافر، أروح فيها سافر يجي عادي. كم سرعتها؟ سرعتها توصل 120 كذا. ممتاز. أي عادي، يعطيك العافية، شكراً. أهلا وسهلا. حنجرب هذه السيارة، افتح الباب ازاي. كيف الدركسون؟ الدركسون مو بهواء. هذا ايش؟ هذا البريك. بريك، وهنا طبعا عادي صح؟ عادي جدا. والثاني هذا ايش؟ هذا الدبا. اوه، حق الجبال. يدينا ما ادينا صوت. ما في صوت. لا ما في. شوف المراية كيف شكلها، تجنن. بوري تاني، بوري. هيا ماما، اضرب له اضرب له اضرب له بوري. سيارة ابوي كانت كذا، نفتح الشباك بهذه الطريقة. الله يا زمن. قيادتها عادي، نظام عادي. حنشوف ناخذ صورة بس، بعدين نتعلم القيادة العادية. Be happy, don't worry, be happy. I'm saying worry. Thank you.